في في تخصصات مطلوبه مش في الاردن عندنا، يعني كلهم الاغلب بيطلعوا بيسافروا برا الاردن. ديوان الخدمه المدنيه قبل فتره طلع قرار حول هذا الموضوع، قال التخصصات المطلوبه في الجامعات الاردنيه، فساعدهم الطلاب فيها. بس طب التخصصات مثلا المطلوبه ومش موجوده بالجامعه؟ والله ما عندنا علم ايش التخصصات الموجوده في الجامعات اللي السوق طالبها ولا لا، بس انه في تخصصات ما في لها شغل، هذا موجوده وبشكل كبير. حسب الجامعه الاردنيه هون في تخصصات كثير مطلوبه زي العلوم، مهن تعليميه، رياضيات، فيزياء، بس بشكل عام في هسه ركود على الهندسه. في تخصصات مطلوبه ومش موجوده بجامعاتنا الاردنيه؟ هسه الجامعه الاردنيه فيها تقريبا كل التخصصات. يعني نوعا ما، بس انا بشوف انه اغلب توجهات الطلبه مثلا نحو الكليات العلميه، وفي يعني تهميش كبير للخصوصات الانسانيه والاجتماعيه، يعني ما بتكفي كافه المجالات، ما بتغطيها. يعني هناك تخصصات مطلوبه بسوق العمل لكن مش موجوده بجامعه؟ مطلوب، ممكن انها تكون موجوده بس ما في اقبال من الطلبه عليها. لا ابدا، ومثال على ذلك في عندك تخصصات راكده ركود يعني، وحتى باعتراف ديوان الخدمه المدنيه، ومنها العلوم السياسية. تخصص العلوم السياسية أنا راجعت ذكور، طب ذكور وإناث، تخصص العلوم السياسية أنا راجعت ديوان الخدمة، بتذكر قبل شهرين كان آخر تعيين سنة 2002، واللي رقم واحد على ديوان الخدمة المدنية بيتخصص العلوم السياسية خريج سنة 1994، وعندك أكثر من جامعة أردنية حكومية بتدرس تخصص العلوم السياسية. اتوقع انه في يعني تخصصات الجامعه مغطيتها، لكن في تخصصات كمان مطلوبه بسوق العمل العربي ومش متغطيه بالجامعات الاردنيه. في تخصصات يعني كثير الجامعات ما بتغطيها، مثلا في تخصص الهندسه النوويه كانه جديد التخصص. في مشاريع صارت بالباديه الوسطى كانه بتعتمد على الطاقه النوويه والقصص هاي والطاقه الشمسيه، بس للاسف كانه في الجامعه الاردنيه الهندسه النوويه مو موجوده، كانه لا ما بتغطيهم. في عندك الهندسه النوويه، عندك الصحافه والاعلام مش بكثير كمان، مش بزياده، لا مش موجوده، موجوده بس ما يعني مش هالشيء. يعني مثلا احنا كتخصصنا مثلا عندك تخصص القانون بيكون راكد، مش موجود بكل الجامعات، ماشي مش مغطى بكل الجامعات، بس هو تخصص فعليا راكد، فيك خلاص اكتفوا من تخصص القانون، سواء على الهندسات المدنيه والطب يعتبر تخصصات راكده. يعني انت بتحكي هندسه النوويه، طب المطلوب هي مطلوبه وفيها لها شغل بالنسبه للخريجين راح يتخرجوا، بس هل يا ترى بالمستقبل يعني كمان سنتين او ثلاث راح يسكر هذا العدد او لا؟ وفي تخصصات مثلا بجامعه التكنولوجيا مش موجوده بالجامعه الاردنيه، او بجامعه اليرموك مش موجوده بالجامعه الاردنيه، مثلا عندك هندسه الطيران مش موجوده بالجامعه الاردنيه، موجوده بالتكنولوجيا. الصحافه واعلام الاردنيه بس صحافه مش صحافه واعلام. يعني كان زمان واحنا كل ما نتطور قاعد بتزيد تخصصات، يعني في استحدثوا كم من تخصص جديد في الهاجميه، واظن الهندسه النوويه راح يستحدثوها خلال كم من سنه في الهاي، فاظن ان بالنسبه للتطور منيح، بس زي ما قال رفيقي انه احنا محتاج توزيع التخصصات على المحافظات.